طب إلى أي مدى نقدر نقول إن إحنا كل فترة عايزين نوع من نعمل نوع من أنواع التنقيح أو الفلترة لأصدقائنا، نشوف منهم الصديق الطيب، الصديق الصالح، الصديق اللي بيديني إضافة، الصديق اللي بيديني موتيفيشن أو يعني تحفيز إن أنا أشتغل أحسن، من الأصدقاء السلبيين اللي بياخدوك في دوائر لورا؟ في حد بيجيبك ورا وفي حد بيديك قدام. طبعا طبعا ان المفروض كل فتره مثلا او كل راس سنه او كل عيد راس عام، بلاش كل يعني بدايه سنه جديده، ان انا لا، هي العام الحلو السنه مش حلوه، ربنا يجعل حياتنا كلها اعوام. صحيح. فان انا اقعد مع نفسي اشوف الناس اللي بيدعموني، الناس اللي مش بيسرقوا عمري. أيوة. على فكره في صدقات بتسرق العمر. انا بحييك على المصطلح ده حقيقي. فالناس اللي مش بيسرقوا عمري، الناس اللي بالنسبه لي اضافه، الناس اللي بيدعموني، دول اكتر من وقتي معاهم. الناس السلبيين اقلل من وقتي معاهم. كل شويه اعمل القصه دي على اساس ان احنا يعني هو العمر ما فيهوش ان انا اضيعه مع ناس وارجع بعد كده الخطا يعني فيهوش. احنا صحيح بنتعلم من تجاربنا، بس يعني احنا يعني بقى اوعى لو احنا بالزبط. من الاول تداركنا القصه دي. فنشوف اي حد، في ناس بتبث طاقه سلبيه طول الوقت. يعني على فكره الصديق اللي ما بيقولش الحمد لله ده، احنا متخيلين هو مش بيضرني، لا بيضرني، لانه طول الوقت بيشتكي. في ناس بتشتكي طول الوقت طول الوقت. في ناس بتتكلم مع بعض بالساعات على التليفون وعلى طول على بعض بالواتساب، بيكلموا بعض، دول بيسرقوا العمر. يعني الشخص اللي بيشتكي ده بيبث طاقه سلبيه طول الوقت. فلو حد طول النهار بيشتكي، انا طبيعي خدت طاقه سلبيه، فانا مش هقدر، رغم ان هي مشاكله، بس هو مش بيقول الحمد لله، مش شايف اي حاجه ايجابيه، وشايف ان بنسميه حاجه تشوه معرفي في معالجه المعلومات، شايف ان الدنيا راح داهيه. يعني في ناس كده شايفين الدنيا متشائمين جدا، فطول الوقت بيبثوا طاقة سلبية. دول بيكرهوا الناس في حياتهم، اللي حواليهم، الناس اللي مهتمة زيادة بالتفاصيل، اللي ما بيشوفوش الحلو. في ناس مهتمين جدا بالتفاصيل، او في ناس تبقى مهتمة بتفاصيل حضرتك جدا لكن هم ما بيحكوش حاجة عنهم. بس بعض المقولات اللي انا كنت دايما بسمعها في حياتي هي اقولك ايه، صاحبك على عيبه. انت مش هتنقي الناس اللي حواليكي، مش هتاخدي منهم الحلو بس. فلو مثلا حد بيحب يتزين، خلاص دي عيب صاحبتك انت عارفاه، بس هي فيها حاجات تانية كويسة فخديها على عيبها. لو صاحبتي مثلا عصبية، خلاص انت عارفة العيب ده، خديها على عيبها لو هي فيها حاجات تانية. هل انا مضطرة اخد الناس دي على عيبها؟ انا بني ادمة، انا كبسنت فعلا ما بستحملش الكذب. ما احنا مش بنحتك بعيبهم، لا. على فكرة بقى في الطاقة، المفروض اللي بيكذب ده بيبث طاقة سلبية. اوكي، يعني بتبقى طاقة عكس عقارب الساعة. فانا وجودي في مجال كذب، مع ان الكذبه تخصه، بيبث لي طاقه سلبيه. معنى ان هو بيكذب ان هو مش صادق. معنى ان هو بيكذب ان هو مش صادق، فده لا يؤتمن على سر. اوكي، ده لا يؤتمن على سر. بس انا بصاحب الناس، او يعني ما انا لو قعدت اخد حد بيرفكت مش هيبقى لي صحاب، والصحاب حاجه مهمه، احنا اللي بنحلي الحياه لبعض. لا، انا اخد من كل حد الحاجه الكويسه. بس في ناس عامه البعد عنها غنيمه. صحيح. اللي هم بيشتكوا طول الوقت، ان هم مجرد ما بنشوفهمش الا لما بيشتكوا، ايا كان الدافع بقى، هم طبيعتهم شكايين، مهتمين جدا بالتفاصيل، فمش شايفين الصوره الكليه اللي ممكن تكون كويسه، بس دول طول الوقت بيبثوا طاقه سلبيه. صحيح. فدول اصلا البعد عنهم حاجه كويسه جدا. لان انا يعني ده هي كلمتني الصبح او هو كلمني الصبح، فانا طول النهار خدت الطاقه السلبيه. صح. لو كلمني بالليل فانا اوريدي هنام مش مبسوطه وهصحى مش مبسوطه، فضرب 24 ساعه. صحيح. فدول انا شايفه ان البعد عنهم، اللي مش بيقول الحمد لله ده مش بيشكر ربنا، فمش هيشكر العباد يعني. صح. صحيح. هيبقى صعب.